لبع واحد الاتهام خطير اتهمتنا به السيده وزيره العلاقات مع البرلمان يوم امس في المطعم. كان معنا السيد وزير الماليه والسيد وزير الصحه باللي احنا نواب باركه في سبعه رانا نواب مزورين، وباللي النواب 22 تاع المجلس الشعبي الولائي باللي احنا رانا مزورين. ذاك النهار مع وزير الاعلام ثاني لما قلت له باللي احنا رانا في دائره باركه الكبرى رانا نخرجوا ونديروا الفوت ورانا نخرجوا نفوتيو، قالت له لا لا هذو راهم يزوروا ويعمروا صنادق. السيد الوزير جامي غلطنا معاك اكثر من عامين ونص احنا نواب باركه، ولا يوم غلطنا معاك. راكي كثرتي، راهم سمعوا بينا دوك اهلنا في باركه راهم مشتاوش وراهم يقادروا سيد رئيس الجمهوريه. احنا نخرجوا نجحوا العرس الانتخابي. سيد نايف احنا في كي عمار احسب لي سيد نايف معليش سيد نايف معليش خرج على الموضوع سيد نايف معليش. في الرئاسيات ما تعقبيليش على كلام عمار، احنا في الرئاسيات خرجنا سيد نايف وفوطينا سيد نايف. من بين 61 بلديه كاين 6 بلديات فوطوا على سيد رئيس الجمهوريه هو الاول. زميلي خرج خرج زميلي نايف يا زميلي سبحان الله العظيم. زميلي نايف ترجع للموضوع. رانا كنوا لكل احترام، راكي كثرتي على ما وصاوك. زميلي النايب سيد عمار مزورين، سيد نايف الراجل مزورين والعياضات مزورين عمار والصمامات مزورين والسلع السلع عمار. وكيف هذا الاتهامات خطيره اللي راكي تقومي بها كل مره تذكريها كل يا سيد نايف. البلع زدتي قلقتيني من سيد سيد نايف عمار صلي على رسول الله. اتهامات خطيره سيد الراجل. لا لا نرجع للموضوع سيد نايف الله يخليك ونرجع لموضوع الجلسه. استغفر الله.